السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تحيتي لكل الشرفاء داخل الجزائر والاخوه اللي راهم موجودين في الخارج تحيتي لكل الاحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير مداخله وتعليق حول ما يجري اليوم في المنطقه نتاع القبائل وتحديدا في المدينه نتاع بجايه نطرح بعض التساؤلات ونحاول هو انه نوركم برايي وربما ازيل الغموض حول بعض النقاط بدايه هذه المساله نتاع الاضراب تم الترويج لها عن طريق بعض المواقع ومنها الموقع نتاع الفيسبوك وكانت بعض وسائل الاعلام تطرقت لهذه المساله قبل ما يحدث هذا الاضراب وخلي نسمي قناه البلاد اللي قبل البدايه نتاع السنه هذه الجديده كانت تطرقت لهذا الموضوع وداروا حوار قصير راه موجود يمكنكم أن تطلعوه راه موجود على الموقع نتاع اليوتيوب مع الممثل هذا نتاع التجار وقال من انه هذه المسألة الإضراب ما هي إلا إشاعة بالحرف الواحد وقال أيضا من أنه فيه أطراف سياسية وبل حتى ناس حب يستغلوا هذه المسألة لأمور شخصية بمعنى أنه كاين فيه جهات وراء المطالبة بالإضراب العام الخاص يعرف من انه قبل ايام صادقوا على هذه المساله نتاع القانون الماليه وبدا الحديث حول ارتفاع نتاع الاسعار نتاع المواد الغذائيه بالاضافه الى الانخفاض نتاع القدره الشرائيه في الجزائر اللي راكم كلكم تعرفوها وايضا فيه رواج حول تعديل الحكومه او تغيير الحكومه وفيه كلام ايضا من انه فيه راه مساله نتاع تطهير انتع قيادات في الجيش في ايضا حديث حول عوده الجهاز نتاع المخابرات من خلال الضبطيه القضائيه كل هذه الامور هي مرتبطه ببعضها البعض اذا المساله هذه نتاع التحرك في هذا الوقت بالذات مساله مدروسه دركا لما نشوفوا هنا بعين الواقع ما الذي حدث حرق تاع بعض الحافلات تكسير نتاع بعض المؤسسات والمواطن الجزائري مباشرة راه رايح يرتبط الذهن نتاعو بتحديد الرقعة الجغرافية لماذا المنطقة نتاع القبائل بالذات علاش الإضراب هذا ما كانش في ولاية واحدة أخرى لماذا بالذات المنطقة نتاع القبائل علاش علاش لماذا لخدمة من شكون هي الجهات اللي وراء الإعلان نتاع الإضراب في المنطقة نتاع القبائل وفي المقابل وشكون هما الناس اللي تحركوا لتكسير بعض الواجهات وتكسير بعض المؤسسات وحرق بعض الحافلات علاش خدمة من في جهات تريد هي الاستغلال نتاع الوضع استغلال نتاع هذا القانون تاع الماليه وتحريك بعض الامور من اجل اعاده ترتيب الاوراق من اجل آه بطبيعه الحال تغيير الواجهه هو الامر كله يتعلق بتغيير الواجهه لانكم كلكم تعرفون من انه راهو بوتفليقه راهو في حاله يرثى لها وبالتالي هما راهم يمهدوا في الأرضية بل يدفعوا من أجل خلق بعض الأوضاع وتوتير الحالة نتاع المواطن حتى باش الناس كاين بعض الناس اللي ما عندهمش مع الأسف الشديد دراية بالسياسة وما يعرفوش المآلات وما يعرفوش التداعيات نتاع مثل هذه الخرجات وبالتالي هما يندفعوا كاين اللي راهو بطال كاين اللي راهو الوضع نتاعو مش مليح كذا يندفعوا روحوا مباشره ان هو انه يفشوا الغضب نتاعهم وهما يصيروا يوظفوا فيه عن طريق وسائل الاعلام لتوجيه الراي العام وتبلعيط الراي العام حتى باش هما يحقوا الاهداف نتاعهم لذلك على كل الاخوه الجزائريين والجزائريات انا لما راني تحدثت على هذه المساله وقلت باللي المنطقه نتاع القبائل ما قلتهاش غير هكذا برك لانه لو كان جات مثلا هذه المساله نتاع الاضراب عمت لو كان ما تكلمتش انا على هذه القضيه نتاع المنطقه نتاع القبائل لكن درك المساله راها محدده مانيش انا اللي حددتها هذا واقع انا راني نقول لكم عليه هذه راها معاينه كونستا اذا فيها اطراف سياسيه شكون هي هذه الاطراف السياسيه لماذا تحديد المنطقه نتاع القبائل هل ترى الناس اللي عندهم فكر وطني يؤمنون بالوحده الوطنيه ويؤمنون بتغيير النظام مع باقي الجزائريين يفكروهم على جل باش يختاروا المنطقه نتاع القبائل وحدها لا اعتقد ذلك اذن الناس اللي هما حدوا المنطقه نتاع القبائل عندهم تفكير جهوي وهذا مانيش انا اللي درته هما اللي داروه عندهم تفكير جهوي بطبيعة الحال فيما بعد انتم الله يسهل عليكم كيف تفهموا المسألة هذه تحركوا في هذا الوقت بالذات لأنه كاين أطراف تخدم مع الجهاز نتاع المخابرات وهذه المسألة ما تحدثناش عليها الآن وإنما تحدثنا عليها في القضية نتاع بريان وراها التسجيلات راها منشوره في الموقع نتاع اليوتيوب لمن اراد مراجعتها فيه ناس يعملوا مع الجهاز نتاع المخابرات يتحركوا في اوقات معينه من اجل خلط الاوراق لانه هذا الناس يخدموا في الظلام ما يقدروش هما يخدموا في الضوء ما يقدروش هما يتنافسوا منافسه شريفه على البرامج ومن بعدهم هما قال الانتخابات ما يقدرولهاش هما يصطادون في المياه العكرة هما ما تساعدهمش شفافية ما يساعدهمش الوضوح تساعدهم فقط الفوضى تساعدهم فقط العنف يساعدهم فقط الإرهاب تساعدهم فقط المفخخات يساعدهم فقط الحرق يساعدهم فقط التخريب ما تساعدهمش الأمور السلمية نحن نتفق من أن هذا النظام فالس نتفق من أن هذا النظام فاسد نتفق من أن الفساد راه وصل للأطناب نتاعو نتفق من أنه لا بد من تغيير ولكن تغيير إلى الأحسن تغيير اللي ينهض بالاقتصاد وينهض بالصناعة وينهض بالأخلاق ينهض بالأسرة ينهض بالتربية ينهض بالصحة ينهض بالرياضه ينهض بالثقافه ينهض بالسياسه ينهض بكل المجالات احنا نتفق مع هذا التغيير نحن نساند الاصلاح لا نساند التخريب كأن بعض من الناس مره على مره هكذا مع الاسف الشديد لا عندهم درايه بالسياسه ولا يعرفوا حتى ما معنى كلمه نظام ويجيو ما يتحدثوا في بعض المسائل هكذاك بالعاطفة وربما غضب وكذا يدفع فيهم وحتى منهم من يرتكب يعني كوارث ويخدم في النظام وحاسب روحه باللي راهو يغير ولا راهو يدفع للتغيير واحد يسرق في صور ويدعي في الملكية نتاعها واحد يسرق في التعليقات ويدعي في الملكية نتاعها هو راه يمارس في الفساد الاخلاقي وده روحو باللي راهو يحارب في النظام ويحارب في الفساد هذا الانسان اللي يسرق صوره ويدير عليها الاسم نتاعو ولا الموقع نتاعو هذا غدوه لو كان يصل للسلطه وش يدير هذا راه اخبث وأجرم من النظام هذا اللي ما يعرفش الملكيه الفكريه هذا 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 منه الخير هذا إذن الإخوة والأخوات هذه المسألة مخطط لها جات في وقت وين أنه كثر الحديث حول تغيير الحكومة والقانون هذا نتاع المالية وهذه المسألة نتاع الضبطية القضائية والقضية هذه أنت تملت وإلى غير ذلك جات مع بعضها راها الشريط يمشي مع بعضها كلها مرتبطة ببعضها البعض بطبيعة الحال نحن كمواطنين وكمناضلين من اجل الحقوق نتاع الانسان في البلاد من اجل الحريات ومن اجل المصالح الحقيقيه من اجل التغيير الحقيقي ما يقدروش هذا الناس على باش هما يغلطونا والله يستغفلونا والله يستغبيونا وسنكون ان شاء الله مع الخيرين من ابناء الجزائر لهم بالمرصاد مثل ما راهم هما قاعدين يظلوا في الشعب الجزائري ويبلعطوا فيه من خلال الاعلاميين اللي راهم متواجدين في الخارج من خلال الضباط اللي راهم مبعوثين للخارج من خلال البلطاجية اللي راهم موجودين في الخارج احنا ايضا ان شاء الله مع الخيرين في هذه البلاد نسعى لتنوير الراي العام ولابد على الاخوه هو انه ما لازمش تتسرعوا في الاحكام نتاعكم لانه كان بعض المسائل اللي تطلب التدقيق تطلب البحث تطلب الاستقصاء ما لازمش هكذاك مباشرة هو انه تتسرعوا شفت انه حتى بعض الناس ينقلوا في بعض الاخبار الكاذبه كاين مرات هو انه يبعثوا لهم صور ولا يبعثوا لهم هكذاك صور قديمه والهدف نتاعهم هما على جل يضربوهم في المصداقيه الى غير ذلك المهم احنا كجزائريين لازمنا نثبتوا آه، لازمنا نتبينوا قبل ما ننشروا بعض الاخبار وهذه المساله هي مفبركه مخدومه وراءها ناس لتحقيق اغراض معينه الهدف منها هو تخويف الشعب الجزائري ترهيب الشعب الجزائري من اجل الاستمرار في الحكم ومن اجل تغيير الواجهه من بعد العناوين راها بطبيعة الحال مختلفة في القنوات الفضائية في الصحف في المواقع نتاعهم إلى غير ذلك الهدف هو تخويف وترعيب الشعب الجزائري بطبيعة الحال أنا النظام أنا ما يخوفنيش أنا يخوفوني هذا الناس اللي راه منهم اللي يدعي المعارضة هو حمار ما يفهم سياسة ولا يعرف سياسة ولا يعرف حتى معنى كلمة نظام ولا دولة وقاعد يخدم فيهم وقاعد هو كل بيدق راهو يقدم لهم في الخدمات الجليلة بدون هما ما يطلبوا منه كاين اللي راهو يلغمولو صورة والله يلغمولو مقطع نتاع فيديو والله يروح هو يتفاخر خلاص راهو طيح النظام وفيما بعد النتيجة راكم تعرفها إذا هذا الناس هما الهدف نتاعهم راهو واضح كاينين الناس اللي راهم هما تحركوا في المنطقه نتاع القبائل روجوا لهذه المساله نتاع الاضراب من اجل بطبيعه الحال الربح هما راهم رايحين لما تنقص المواد هذيك هما راهم رايحين ويكثر الطلب عليها هما راهم رايحين فيما بعد راهم رايحين يحقوا ارباح وكاينين الناس اللي راهم هما يستغلوا في هذه المساله من اجل الانتخابات التشريعيه راه واضحه ولكن في المقابل كاين الناس اللي راهم في النظام هما ايضا يستغلوا في هذه المساله من اجل تغيير الواجهه ومن اجل فصل المنطقه نتاع القبائل على الولايات الاخرى حتى باش ما الشعب الجزائري يلتف حول قضيه اللي توحد الشعب الجزائري وحول التغيير اللي الشعب الجزائري للاحسن هما يستعملوا هذه المسائل حتى باش هما يفصلوا هذه المنطقة نتاع القبائل على باقي الولايات الأخرى لأنه كان فيه ناس اللي عندهم أيضا هما هذا الفكر يخدموا مع النظام فيه ناس في النظام هما يساعدهم هذا الانفصال حتى باش هما يخوفوا باقي المناطق نتاع الجزائر وفيه ناس أيضا هما يخدمهم هذا الانفصال لانه عارفين باللي المناطق الاخرى ما راهيش راح تمشي معاهم هما يستعملوا هذه المساله الجهويه من اجل فرض المطالب نتاعهم والى غير ذلك اذا في عده جهات كلها مستفيده من هذا العفن وعلى الخيرين من ابناء الجزائر هو انه ما لازمش تتسرعوا ما لازمش تسقطوا في الفخاخ نتاعهم عليكم بالتثبت عليكم بالتبين ولازمنا مخرج لهذه الازمه الجزائريه وهذا المخرج رانا تحدثنا عليه قبل ما يظهر هذا الشيء العربي وقلنا من انه الحل في المصالحه المصالحه الحقيقيه على كل المستويات في الثقافه في التربيه في كل المجالات في السياسه في كل المجالات مصالحه حقيقيه ولن تتم المصالحه الا بتغيير هذا النظام وبناء الدوله نتاع المؤسسات وهذا العمل ما يجيوش به مجموعة من الناس ما فيه لا زعيم ولا شيخ وإنما على كل الجزائريين والجزائريات اللي يأمنوا بالوحدة نتاع الوطن ويأمنوا بالخير للبلاد هو أنه يلتفوا حول هذا المشروع ونديروا مؤتمر في الداخل ومؤتمر في الخارج لا إقصاء فيهما ونمشي إن شاء الله واحدة واحدة حتى باش ننهضوا بالبلاد أما التسابق والجري وراء الانتخابات التسابق والجري وراء الأشخاص وراء المنظمات وراء الجمعيات هذا لن يزيد الجزائر إلا تخلفا ولن يزيد الجزائر إلا تضييع للفرص والمستفيد الأول والأخير هما الأعداء نتاع الجزائر وهما الناس اللي راهم يمصوا في الدم نتاع الشعب الجزائري تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته